ونستعرض في البداية أبرز عناوين الصحف والمواقع الإخبارية التي تناولت آخر التطورات في الساحة العربية. نبدأ من الموقع أو الصحيفة الأولى الأنباء. التيار الصدري يرفض مشاركة الميليشيات غير المنضبطة في المظاهرات. وإرم نيوز 29 قتيلا بهجوم في منطقة متنازع عليها بين الخرطوم وجوبا. والشرق الأوسط، الجيش الليبي يسقط درون تركيا ويفعل الحظر الجوي في طرابلس. أما المدينة في عنوان رئيسي، البرلمان الكويتي يقر اتفاق المنطقة المحايدة مع المملكة. والجريدة، مجلس الأمن يدعو الليبيين إلى الهدنة ولا يلزمهم بها. ومن الرياض، احتجاجات في بيروت على تشكيل الحكومة ومواجهات بين المحتجين والقوى الأمنية. الاتحاد قيادي في طيار عون، صندوق النقد خيار مشروط. والبيان، غضب ليبي من محاولات أممية لإعادة تدوير الإخوان. ومن صحيفة سبق الإلكترونية الأيوبي، أردوغان يقتل اللاجئين السوريين بشكل ممنهج ويمارس بحقهم أبشع صور الامتهان. ومن الوطن، نطالع أمريكي احتجزته النصرة في سوريا يقاضي بنكا قطريا لتمويله التنظيم. وبوابة العين الإخبارية، ميليشيا السراج تنقلب على برلين وتخرق هدنة طرابلس. والخليج، الجيش اليمني يسقط 5 مسيرات حوثية ويتأهب لتحرير صنعاء. أما وكالة الأنباء الكويتية، الجزائر وألمانيا تبحثان الخميس نتائج مؤتمر برلين حول ليبيا. ومن اليوم، الجبير يؤكد دعم قطر للتطرف ونشر خطاب الكراهية. أخيرا في الساحة العربية، من 24 الجيش الليبي يعلن تفعيل الحظر الجوي فوق طرابلس.